تحت عنوان حل معضلة معتقلي داعش وماذا سيحدث بعد ذلك بالنسبة لرجال ونساء وأطفال تنظيم داعش، يضع خبراء في مجال مكافحة الإرهاب رؤيتهم أمام صناع القرار السياسي. المؤتمر يهدف إلى تحديد ما يجب القيام به مثل إعادة الآلاف من المسلحين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية. أعتقد تماما أن حل المشكلات الموجودة في شمال شرقي سوريا في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز، وهناك العديد منها، سيساهم في تقوية الاستقرار. الأمر يعد استنزافا للموارد، إضافة إلى أن الوضع الإنساني مقلق، ونحن نعمل مع شركائنا وحلفائنا لتحسين هذا الوضع في المخيمات ومراكز الاعتقال. يسعى المؤتمر للبحث عن حلول عملية وواقعية تطرح في حوار مفتوح ومناقشة عميقة لمشكلة تؤرق ليس المنطقة فحسب، وإنما أيضا الدول الأوروبية والغربية بسبب وجود الآلاف من المسلحين الأجانب الذين انضموا إلى داعش، خاصة في ظل المساعي من تلك الدول لمحاكمتهم وتحقيق العدالة للضحايا. وهذه الدول لديها أنظمة قانونية مختلفة عن العراق، يعني يجب أن يعاد محاكمتهم في دولهم. معظم هذه الدول لم تستلم الدواعش المعتقلين في العراق وسوريا. بعض الدول قامت بذلك، وهناك مشاكل متعددة الأوجه، يعني هناك مشاكل مع الدواعش الرجال، هناك مشاكل مع دواعش النساء، سواء كانوا التحقوا بأزواجهم إجبارا أو التحقوا بأزواجهم لأنهم مؤمنين بفكر داعش. ولدينا المشكلة الثالثة اللي هم أطفال هؤلاء الدواعش الأجانب الذين يحملون الجنسية هذه الدول وموجودين في المخيمات التابعة لهم. المؤتمر ينظمه المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينز كوليدج بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة. الباحثون ومرشدو صانعي السياسات في هذا المؤتمر سيواصلون بحث ومناقشة الحلول لتحديات وجود الآلاف من معتقلي داعش في محطة أخرى ستكون في الولايات المتحدة الشهر المقبل. عمر شاكر، الحرة، لندن.